متى تبدأ شرارة الحرب المصرية الإثيوبية؟ ننشر التفاصيل حسب صحيفة RT. وعاجل المخابرات السودانية تتحدث عن تسليم مطلوبين للمخابرات المصرية. وعاجل مفتي مصري يتحدث عن أفعال محرمة يقوم بها المصريون يوميا. وعاجل صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع. وعاجل الرئيس السيسي يتحدث عن شقيقه القاضي لأول مرة. ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ل2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل المخابرات السودانية تتحدث عن تسليم مطلوبين للمخابرات المصرية. نفى جهاز المخابرات العامة السوداني تقارير إعلامية حول تسليم سلطات السودان المطلوبين المقبوض عليهم مؤخرا إلى أي طرف أجنبي. وأصدر جهاز المخابرات العامة بيانا نفى ما نشر في الوسائط عن تسليم العناصر المطلوبة التي تم القبض عليها مؤخرا لأي جهة. أكد أن المجرمين قيد الإجراءات القانونية، وأضاف تهيب بالمواطنين الشرفاء والصحفيين والكتاب عدم الخوض في نشر المعلومات غير الحقيقية المتعلقة بالأحداث الحالية دون الرجوع لمصادرها الحقيقية حتى تتمكن الجهات الأمنية المختصة من أداء مهامها حفاظا على استقرار أمن الوطن والمواطن. وقال: نجدد تأكيدنا أن جهاز المخابرات العامة سيظل عينا مبصرة تراقب الأعداء صونا لأمن السودان وسلامة شعبه، وفصيلا متقدما يدافع عن قيم الثورة ويعمل بجد مع الأجهزة النظامية الأخرى وسدا منيعا في وجه المخاطر والتحديات. وسبق أن نقلت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت أن أجهزة الأمن السودانية وافقت على تسليم مطلوبين تم القبض عليهم مؤخرا ضمن عملية ضد خلية لداعش بالخرطوم بينهم أعضاء في جماعة الإخوان إلى مصر. والثلاثاء داهمت المخابرات السودانية أوقارا استغلتها خلية لداعش في منطقتي جبرة والأزهري جنوب الخرطوم. وأسفرت العملية التي قتل فيها 5 من منسوبي المخابرات السودانية عن توقيف 11 إرهابيا وفقا، قبل أن تلاحق بقية أفراد الخلية وتوقفهم واحدا تلو الآخر في مناطق متفرقة بالخرطوم وبورتو السودان. المصدر معانا كان من RT. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. المخابرات السودانية تنفي يعني تسليم مطلوبين من جماعة الإخوان المصريين إلى مصر، وتقول أن الآن يعني هناك تحقيقات، وأعتقد أن يعني في النهاية سيقومون بتسليم المطلوبين إلى مصر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومتى تبدأ شرارة الحرب المصرية الإثيوبية؟ أنشر التفاصيل حسب صحيفة RT. عاوزين نتكلم عن الوضع العالمي. ويقترب الوضع العالمي الحالي من الانزلاق تدريجيا نحو الفوضى. قررت جمهورية صربيا كجزء من البوسنة والهرسك إعادة إنشاء جيشها الخاص. من جانبها بدأت سلطات جمهورية كوسوف غير المعترف بها باتخاذ إجراءات قمعية ضد الصرب في الجيوب الموجودة شمال البلاد. بعدها نقلت صربيا قواتها إلى الحدود مع كوسوفو في أفغانستان. وبعد هروب القوات الأمريكية لا يعم الاستقرار في البلاد، بينما بدأ حشد قوات طالبان وطاجكستان على جانبي الحدود المشتركة بين البلدين. وأوكرانيا تعود مرة أخرى إلى التصعيد وقصف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك غير الخاضعين لسيطرة كييف، على الرغم من استعداد روسيا الواضح هذا الربيع لحل أي نزاع عسكري محتمل بالقضاء على الدولة الأوكرانية. أزمة وقود كبيرة في بريطانيا وتوقف السيارات من دون وقود. لم تكن أوروبا بتخزين احتياطات كافية من الغاز قبل الشتاء، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار الغاز بشكل كبير إلى جانب احتمال حدوث حالات طوارئ في الشتاء. وزي ما حضراتكم عارفين أن في وقت سابق هزمت أذربيجان قرباخ، وأمريكا
جنبا إلى جنب مع بريطانيا، يبصقان في وجه الحليفة في حلف الناتو فرنسا، وتلغيان عقود الغواصات النووية في الوقت الذي تقومان فيه مع أستراليا بإنشاء تحالف عسكري مناهض للصين. بالتزامن، لا تزال التوترات تتصاعد حول تايوان، ما أدى إلى تكثيف التدريب العسكري لجنود الاحتياط. في الصين هناك نقص حاد في الفحم والكهرباء، بينما فرضت أكثر من نصف المحافظات بما في ذلك العاصمة قيودا على إمدادات الكهرباء. في ظل هذه الخلفية، تخلفت شركة إيفرغراند أكبر شركات للتطوير العقاري في الصين عن سداد ديونها بقيمة 305 مليار دولار، وهو ما ينذر بانهيار النظام الاقتصادي العالمي. أخيرا وليس آخرا، يبدأ الصراع بين مصر والسودان من ناحية وإثيوبيا من ناحية أخرى حول قضية سد النهضة، بينما تحول الشكوك حول إمكانية التوصل إلى حلول وسط بهذا الشأن. يعني في شكوك في ان احنا نوصل لحل، لان هو حتى الان لا يوجد حل سياسي. هذا كان رأي صحيفة RT يعني للمشهد العالمي والتوترات الموجودة في العالم في الوقت الحالي. طبعا مصر والسودان واثيوبيا لم يتوصلوا لحل سياسي، ده هيهدد السلم والامن الدولي. على حسب يعني كلام الرئيس السيسي، النقطة مياه من نهر النيل خط احمر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. مفتي مصر يتحدث عن أفعال محرمة يقوم بها المصريون يوميا. حرم مفتي مصر شوقي علامة الظاهرة المنتشرة في الفترة الأخيرة بين بعض المصريين، وهي السخرية من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي على الصور المضحكة والمركبة، قصده على الكوميكس. وأوضح ردا على حكم السخرية من الأشخاص عن طريق الكوميكس قائلا: تصوير وبث فيديوهات وصور على شكل كوميكس تسخر من الأشخاص أمر مذموم شرعا ومجرم قانونا. وتابع: كما يزداد الأمر ذما وجرما عندما يتعلق الكوميكس بالأشخاص الذين يتصدرون لاحتواء الأزمات الصحية والبيئية والاقتصادية في مصر، وذلك خصوصا في أوقات الأزمات تستدعى أصالة توافر الجهود من أبناء المجتمع والتفافهم كلحمة واحدة في مواجهة التحديات والصعوبات. وليس من أخلاق المسلم تذمر أوقات الأزمات والسخرية ممن هو قائم على حلها أو التقليل من شأنه دون تقديم أي جهد إيجابي يساعد في حل الأزمات واحتوائها. وأوضح مفتي الجمهورية أن حرية التعبير عند المسلمين يجب أن تكون منضبطة وتراعي عدة أشياء، منها المنع من التهكم وازدراء الغير على سبيل السخرية ولو بصورة أو تعليق. مصدر معنا كامل الوطن، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. يعني هذا الأمر يعتبر من أمور التنمر والسخرية من شخص آخر، هذا نوع من أنواع التنمر. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا يعني المسلم الحق لا يتنمر على أخوه، ما ينفعش لأنه حرام شرعا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. الرئيس السيسي يتحدث عن شقيقه القاضي لأول مرة. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه ليس بعيدا عن سلك القضاء، أكد أنه عرف الدور والمكان ومسار العدالة في مصر من خلال شقيقه الذي يعمل كقاض. وأضاف الرئيس السيسي خلال الاحتفال بأول عيد موحد للقضاء المصري بحضور المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورؤساء الهيئات القضائية: لي الشرف إني شقيقي ضمن أعضاء القضاء الذي تعلمت منه وفهمت منه دور ومكانة العدالة في مصر. الرئيس السيسي شدد على أن عدم التدخل في شؤون القضاء قاعدة ذهبية لا يمكن أن نحيد عنها. أضاف: نؤكد أن مؤسسة القضاء إحدى السلطات الرئيسية للدولة، لما تحققه من عدالة تنشر الطمأنينة لكل مواطن. وقال: لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء. وتابع: كانت التوجيهات للحكومة لتوفير مخصصات للقضاء لتقديم الخدمات للمواطنين لتشمل تطوير المقرات والتطبيقات التكنولوجية والخدمات الخاصة للمواطنين. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الحكومة وجهت بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء لتحقيق العدالة. أشار إلى ضرورة سرعة تقديم الخدمات القضائية للمواطنين عبر تطوير المقرات
والتطبيقات التكنولوجية والخدمات الخاصة. مصدر معانا كان من بوابة الأهرام المصرية. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. تقريبا يعني هذه أول مرة يتكلم الرئيس السيسي عن أخوه القادم. أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. صور تكشف عن خطط مصر لإطلاق مشروع القطار السريع. نشرت وسائل الإعلام المصرية الصور الأولى لتصور المبدأ المشروع القطار السريع الذي تنفذه شركة سيمينيس الألمانية في مصر. وأوضح مصدر بالهيئة القومية للأنفاق خلال تصريحات صحيفة لموقع قرار 24 أن مشروع القطار السريع يتكون من عدد من الخطوط، وتعمل وزارة النقل على تنفيذ الخط الأول الذي سيربط مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر حتى مدينة العلمين الجديدة، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة السكة الحديد السريع بمحرم بيك بالإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول 660 كيلومتر تقريبا على سرعات 250 كيلو متر في الساعة. وأشار المصدر إلى أن المسار سيحتوي على 20 محطة، منها 8 محطات للقطار السريع و12 محطة للقطار الإقليمي، على أن تكون السرعة التصميمية 250 كيلو متر في الساعة، فيما سيكون عدد القطارات الكهربائية السريعة 15 قطارا وبسرعة تشغيلية 200 كيلو متر في الساعة، وعدد القطارات الكهربائية الإقليمية 24 قطارا وبسرعة 160 كم في الساعة، وعدد جرارات البضائع 14 جرارا بسرعة 120 كم في الساعة. مصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. نشهد في مصر تطورا في منظومة السكة الحديد. نتمنى كل التوفيق المشاريع الضخمة التي تقام في مصر، وخصوصا يعني مشروع قطار الكهربائي الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط. أترك لكم التعليق على هذا الخبر، وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم. إن شاء الله إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.